أكمل موضوع الـ I2C راح نوصل في هذا الفيديو. يكون عندي مشروع راح أوصل فيه متحكمين عن طريق البروتوكول I2C. يكون عندي ماستر موصل فيه شاشة الـ LCD، وعندي سليف. هذا السليف، في السليف موصل في قطب الأنالوج، نيجي نكبر. عندي في السليف موصل في قطب الانالوج اللي هو الانالوج 0 اي 0، موصل مقاومة متغيرة. راح اقيس الجهد من خلال السليف، اوكي؟ يعني راح استخدم انالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي في السليف. هنا عندي من خلال هذه المقاومة المتغيرة غير القيمة، طبعا هذا موصل مع السليف. لو نلاحظ عندي هنا ADC، يعني موصل مع هذا القطب، اوكي؟ حطيت نفس الاسم، اوكي؟ كذا يكون موصل. فأنا كذا في المشروع عندي في السليف راح أقيس الجهد، بعدين إذا الماستر طلب مني هذه البيانات راح أرسل له قيمة الجهد، اوكي؟ راح من السليف الى الماستر راح ارسل قيمة الجهد، ومن ثم الماستر راح يتعامل مع هذه القيمة ويعرضها، يحولها الى سترينج ويعرضها في ال LCD، اوكي؟ هنا عندي التوصيل متحكمين، عندي الماستر اول شيء فوق موصل السيريال كلوك مع السيريال كلوك حق السليف، وعندي السيريال داتا موصلها مع السيريال داتا حق السليف، اوكي؟ بعدين عندي هنا البول اب ريزيستر، نيجي اول شيء نشغل المشروع ونشوف. هنا عندي إذا غيرت قيمة المقاومة المتغيرة راح يتغير عندي الجهد، وقلنا بعدين عندي وحدة الـ ADC في المايكرو كنترولر راح تحول من الأنالوج تو ديجيتال وتحط لي القيمة في مسجل الـ ADC اللي هو بيجيني بهذا الشكل. طبعا قلنا الدقة حق الـ ADC اللي هي 10 بت، يعني 2 أس 10 1024، اوكي؟ يعني من الصفر الى ال 1023، اوكي؟ فمحتوى المسجل عندي هذه اكبر قيمه، اوكي؟ لو انقص طبعا هذه القيمه اقيسها ويستقبلها السليف، بعدين السليف اذا حولها الى ديجيتال يجهز القيمه ويرسلها الى الماستر، والماستر يحولها الى سترينج ويعرضها في ال LCD، اوكي؟ يعني نقدر نتخيل نفس المشروع اللي وصلنا فيه حساس الحرارة عن طريق البروتوكول I2C. كان عندي ماستر مايكرو كنترولر وعندي حساس الحرارة اللي هو السليب، اوكي؟ نحن حطينا السليب الخاص بنا هنا اللي عبارة عن متحكم موصلين فيه مقاومة متغيرة، نغير الجهد ونحول الى ديجيتال ونرسله الى الماستر، اوكي؟ فالمشروع بسيط جدا، شوف الكود. أول شيء نشوف الماستر، عندي في البداية هنا هذا أقطاب الـ LCD موصلين. نحن الماستر لو تلاحظون عندي في الدار موصل شاشة LCD في البورت B، عندي هذه التكست LCD موصلها من البن B2 الى البي 7، اوكي؟ بعد عندي هذا الكونسل قلنا اللي بيكون سليف ادرس، هذا عنوان السليف، اوكي؟ الماستر راح يستخدمه عشان يتخاطب مع السليف، اوكي؟ هنا عندي متحول راح يخزن اي قيمه يقراها الماستر، اوكي؟ وهنا عندي راح احط قيمه
اللي بقى القيمة اللي راح أقراها من السليف. قلنا نحن عند ال analog to digital converter راح يحول القيمة، قلنا بتجيني النتيجة 10 بت، أوكي، يعني أكبر قيمة لي 1024، أوكي. فهذه مستحيل ما أقدر أخزنها في بايت، لأن البايت قلنا أقصى قيمة 255 8 بت، أوكي. فما أقدر أخزنها في بايت، فلا بد إني أجزئها، أحط البايت، أقسمها، أقرأ أول بايت، أوكي، بعدين البايت الثاني، أوكي، يعني بايتين أدمجهم مع بعض وأحطها في متحول بطول 16 بت، لأن الـ I2C ما راح يقدر يرسل لي هذه القيمة كاملة، أوكي. الاي سكوير سي في البفر عندنا بيرسل بايت، يرسل بايت، اوكي. فانا وش اسوي؟ اول شيء استقبل البايت الاولى واحطها في متحول بطول 16 بت، اوكي. بعدين اقرا البايت الثاني واحطه في نفس المتحول. كم بيطلع عندي؟ بتطلع عندي قيمه على القيمه كامله، اوكي. راح نشرح ان شاء الله التفصيل. فانا قلت عندي unsigned int متحول عبارة عن word، اوكي، بطول 16 بت، لاني راح اخزن فيه قلت بايتين، اوكي. بعدين عندي راح احول هذه القيمة، قيمة قلنا ال ADC راح احولها الى string عشان اعرضها في ال LCD. بعدين عندي اجي في المين فانكشن، عندي هذه الدالة الرئيسية. أول شيء عندي دالة تعريف في البداية، عندي تعريف الـ I سكوير سي، حاطين الكلوك 100 كيلو هرتز. بعدين عندي تعريف الـ LCD، لأن قلنا الماستر هو اللي راح يعرض القيم في الـ LCD. بعدين عندي في البداية رسالة ترحيب، أكتب هذا التكست في البداية. وهنا عندي الـ Infinite Loop، عندي داخل الـ Infinite Loop قلنا هذا الفاليو اللي بطول 16 بت. اول شيء وش راح نسوي؟ راح يقرا اول بايت، هذا بيقرا الابر بايت، اوكي، هذا الهاي بايت، اوكي، لان قلت انا اول شيء بقرا الهاي بايت بعدين اللو بايت، اوكي. في البدايه هذا المتحول قلنا بطول 16 بت راح يقرا القيمة اللي راح تجيني في ال من عن طريق، طبعا قلنا السليف اللي راح يرسله. فانا وش اسوي؟ هذه الدالة ريد عن طريق البروتوكول I2C راح يقرا اول بايت من السليف. طبعا هنا يزيح 8 مرات الى اليسار، اوكي، عشان اقرا الابر بايت اللي هو الهاي بايت، اوكي. بعدين عندي امر انتظار لمدة 200 ملي سكند، اوكي، لان نبي اول شيء يقرا الابر بايت، بعدين ما يجي بسرعه يقرا، اوكي، عشان لا يحصل لخبطه، اوكي. فيفضل يكون عندنا هنا ديلي امر انتظار، هنا حطيت قيمته 200 ملي سكند، اوكي. بعدين عندي من خلال هذه التعليم وش راح اسوي؟ هنا عندي الاور، اور اوبريتر، اوكي. فانا عندي الفاليو يساوي، راح اقرا البايت الثاني راح يجيني عن طريق الاي تو سي، اوكي. فكذا ما راح يحتاج ازاحه، خلاص، اوكي. انا قريت الابر بايت، عشان كذا سويت ازاحه لليسار 8 مرات. بعدين عندي هنا راح اقرا البايت الثاني اللي راح يجيني عن طريق الاي تو سي السليف اللي راح يرسله، اوكي. بعدين عندي انتظار لمده 200 ملي سكند. بعدين احول، قلنا قيمه الاي دي سي راح تكون بطول المتحول، طبعا اللي يخزن هذه القيمه راح يكون بطول 16 بت، اوكي. ف انا لابد اني استخدم word to str، هذه التعليمه word to string، اوكي، يعني حول لي القيمه اللي موجوده هنا الى نص وحطها في المصفوفه، هذه المصفوفه. بعدين عندي LCD out راح اعرض النتيجه، اوكي. نشوف الكود حق، طبعا هنا اول شيء عندنا امر مهم لازم نشرح، هذه الداله، قلنا هذه الداله اللي راح تقرا اي شيء يرسل السليف، اوكي. عندي هذه الداله هنا، في هذه الداله
طبعا لو تلاحظون عرفت الداله هنا عندي unsigned short، اوكي، لانه بترجع لي بايت، بيكون عندي ريتورن فاليو. اوكي، عندي داخل هنا متحول راح اخزن فيه القيمه اللي راح اقراها. اوكي، بعدين عندي اول شيء بدايه الارسال اي تو سي ستارت، بعدين عندي ارسل عنوان السليف بلس 1، يعني امر قراءه اني ابغى اقرا من السليف. اوكي، وارسل ديفايس ادرس، واخر خانه قلنا نخليها بواحد. اوكي، فبلس 1. بعدين عندي البيانات راح تكون جاهزه للقراءه، يكون عندي متحول يساوي اي سكوير سي ريد. اوكي، راح يقرا البيانات، بعدين عندي في النهايه اسوي ستوب واسوي ريتورن لهذه القيمه، لان قلنا هذه الداله راح ترجع قيمه. عشان كذا تحت وش سويت هنا؟ سويتها هذا المتحول يساوي ريد، يعني كذا بيروح للداله ويرجع لي القيمه. اوكي، راح يقرا القيمه اللي سويتها ريتورن. اوكي، وطبعا يزيح اليسار ثمان خانات ثمان مرات. اوكي، هنا نفس الشيء. اوكي، ايضا بيروح لنفس الداله ويسوي قراءه. هنا عندي هذه الدالة ما راح نستخدمها، لأن هذه الدالة أنا استخدمها للإرسال. أوكي، أنا بسوي أمر القراءة. أوكي، يعني أبغى أقرأ بس من السليف. أوكي، نشوف الكود حق السليف. كده خلصنا من الماستر. عندي اول شيء هنا هذا السليف ادرس. اوكي، هذا العنوان حق السليف. بعدين عندي متحول، قلنا لابد ان نسوي كلير للبفر. اوكي، فبيكون عندي هذا المتحول. اوكي، بخزن فيه القيمه حق البفر لما اسوي كلير طبعا، وهنا راح اخزن القيمه اللي قريتها. اوكي، البيانات. وهنا عندي في هذا المتحول ايضا بايت، راح احط فيه القيمه اللي راح ارسلها للماستر. اوكي، هذا متحول اسمه send data. بعدين عندي unsigned short هذا request flag ما خليته بت. لو تلاحظون في هذا التطبيق ما خليته بت، اول كنت خليته بت، اي لما يجيني request من الماستر اخلي بواحد بعدين ارسل بيانات. ليه؟ لان في هذه المره راح ارسل بايتين. اوكي، راح ارسل بايتين، فبرسل بايت واحد بعدين انتظر ارسل البايت الثاني. اوكي، فكده ما اقدر يعني استخدم البت، فانا خليته بهذه الطريقه يكون افضل، وراح نوضحها تحت ان شاء الله. وهنا عندي هذا الريسيفد بلاك، هذا بيكون للريسيفد. اوكي، اذا استقبلت بيانات، اذا بقرا بيانات من الماستر، هذا راح اخليه بواحد. اوكي، عباره عن بت. وهنا عندي unsigned int متحول بطول 16 بت، راح اخزن فيه القيمه اللي راح اقراه من المحتوى المسجل حق الاي دي سي، لان قلنا بيكون مسجل اكبر من بايت. اوكي، القيمه فيه اكبر من بايت، قلنا 10 بت يعني بتكون 1024. اوكي، فلا بد ان يكون عندي متحول اكبر من بايت، انا خليته بطول 16 بت. اول ما اغير هنا قوم متغيره راح يتحول الى ديجيتال، وراح اخزنه، راح اقرا محتوى الاي دي سي واحطه هنا. ننزل للمين فانكشن. هنا عندي المين فانكشن الداله الرئيسيه، عندي اول شيء تعريف نشوفه، طبعا بتكون نفس التعريف، بس بنضيف عليها اللي هو تعريف الاي دي سي اللي هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر، لان راح نقرا مقاومه متغيره فلا بد ان نفعل الانالوج. اوكي، ونسوي الاعدادات. فهذا الكود نفس اللي شرحناه في الكود اللي قبله واللي قبله. اوكي، في الفيديوهين اللي قبل. الى هنا بيكون نفس الكود، نفس الفيديو اللي قبله. الى هنا
بيكون عندي الجديد هذه الاعدادات حق الانالوج. اوكي هنا مسوي الاعدادات حق الانالوج، خليت الديفولت انيشاليز اي دي سي موجول والديفولت سيتنج. اوكي بعدين عندي وش سويت من خلال هذه التعليمه، كتبت في المسجل اد كون 1. اوكي طبعا شرحنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر بالتفصيل في الفيديو الخاص بالاي دي سي. بعدين خليت القط اي 0 كانالوج. اوكي لان راح نقرا من خلاله الجهد. اوكي هذا القطب خليته كانالوج، وهنا بعدين خليت القطب اي 0 كدخل. اوكي لان من خلاله راح اقيس القيمه. اوكي راح اقيس الجهد، فاي 0 خليته دخل. كده خلصنا من الاعدادات. عندي الانفينيت لوب، في البداية وش عندي؟ عندي هذا الأمر، عندي اثنين اف ستيتمنت لو تلاحظوا، اثنين للريكوست. اوكي؟ نحن قلنا الريكوست فلاج يعني إذا الماستر طلب بيانات، اوكي؟ فبيكون عندي متحول، أنا خليته بايت، اوكي؟ لأني راح أخزن فيه قيمة أكبر من الواحد، اوكي؟ اما البت قلنا من بس صفر، اما صفر او واحد، انا راح اخزن فيه واحد واثنين. ليه؟ الحين راح نفهم ان شاء الله. فعندي اول شيء لازم اتحقق من هذا الشرط، اتاكد هل جاني الطلب الاول من الماستر. احنا قلنا الماستر راح يطلب قيمه الانالوج من السليف. اوكي وقلنا عندنا اشكاليه انه عن طريق البروتوكول اي تو سي ما راح اقدر ارسل قيمه بطول 16 بت يعني بايت وورد، فلا بد اني انا ارسل اول بايت بعدين انتظر ارسل البايت الثاني. اوكي فكده لابد اني انتظر اثنين ريكوست من الماستر. اوكي الريكوست الاول راح ارسل فيه البايت الاول، اوكي اللي هو الابر بايت قلنا. اوكي بعدين الريكوست الثاني ارسل اللور بايت. اوكي فلا بد انا كده اسوي فلاج، اول شيء اذا جاني الريكوست الاول يعني انه بيكون بواحد. اوكي ارسل البايت الاول. اوكي بعدين اذا جاني ريكوست 2 يعني صار قيمته 2 يعني جاني ريكوست الثاني راح ارسل البايت الثاني. اوكي فنحن نشوف كيف راح يتحقق هذا الشرط عندي. اوكي نجي في الانتربت سيرفيس روتين، هنا عندي الانتربت سيرفيس روتين، عندي اول شيء اتاكد هل عندي مقاطعه السينكرونس سيريال بورت اللي هي قلنا مقاطعه الاي تو سي. بعدين اذا جاء واحد يعني عندي مقاطعه يعني هنا في عندي بيانات، فانا اصفر العلم. اوكي مباشره. اوكي بعد ما اتحقق شرط ادخل جوه الاف ستيتمنت اسوي ريسيت للفلاج. اوكي بعدين عندي اف ستيتمنت، هذا راح يشوف اذا كان عندي ريكوست من الماستر ولا لا. اوكي نحن هذه راح نتاكد من خلال هل عندي ريكوست ام لا. اوكي فعندي هذا البت قلنا نفس الفيديو اللي قبله. اوكي اذا هذا صار بواحد يعني ان الماستر طلب بيانات. اوكي فانا وش راح اسوي؟ اذا كان بواحد يعني ان الماستر بالبيانات، فوش اسوي؟ مباشره راح ارسل، راح احط هذه البيانات اللي موجوده في هذا المتحول، قلنا هذا المتحول راح يخزن القيمه اللي راح ارسلها الى الماستر. اوكي؟ فانا وش اسوي؟ اذا جاني ريكويست مباشره ادخل احط القيمه الموجوده هنا. اوكي؟ وارسلها للبفر. اوكي؟ فالبفر راح يرسلها عن طريق البفر راح تروح للماستر. اوكي؟ بعدها راح اسوي ريليس للكلوك. بعد قلنا لازم نسوي كلير للبفر، نسوي كلير. اوكي كده خلاص خلصنا من الارسال، خلصنا الامر، فلابد اني اسوي بفر الكلير. حتى في القراءه نفس الشيء. اوكي بعد عندي لو تلاحظون هذا في الفيديو اللي قبله خليته بواحد. اوكي دي المره ما راح اخلي بواحد لان انا ما سويته بت. اوكي فانا راح اخزن فيه اكثر من واحد. ليه؟ لانه بيكون عندي قلنا اثنين ريكوست. اوكي فالمره الاولى بزيده، اذا زدته يعني بعد الريكوست الاول ارسلت القيمه يعني كده الماستر استقبل البايت الاول، فراح اخلي هذا ازيده بواحد. اوكي راح يزيد بواحد بيكون قيمته واحد. اوكي انزل تحت يجي هنا في المين فانكشن داخل انفينيت لوب بيلاقيه بواحد يعني بيقرا
قيمة، يروح لهذه الدالة ويقرأ الجهد، اوكي، اللي قلنا موصلينه في الانالوج زيرو، لو تذكرون هنا في الانالوج زيرو، اوكي. فكذا عندي هذا المتحول اللي من خلال بنفس البيانات يساوي، يروح لهذه الدالة، هذه الدالة بسيطة جدا. وش عندي؟ اقرأ، فهذا المتحول اللي قلنا بيكون بطول 16 بت، هذا المتحول بطول 16 بت يساوي اي دي سي ريد، يعني اقرأ من القط انالوج زيرو اللي من هنا، اقرأ. احنا قلنا اذا غيرنا القيمة هنا، اذا غيرنا قيمة المقاومة المتغيرة راح يتغير الجهد عندي من خلال هذا القطب، انا راح اقرأ هذه القيمة، اوكي. يعني انا بهذه التعليمة قاعد اقول عندي متحول بطول 16 بت يقرأ محتوى الـ ADC، بعدين يرجع القيمة، هذه الدالة راح ترجع القيمة، اوكي. بعدين في هذا المتحول راح يكون عندي البيانات بطول 16 بت، يعني القيمة اللي راح ارجعها بطول 16 بت. هنا عندي assigned int، فكذا انا وش سويت؟ خليت المتحول اللي قلنا بيخزن القيمة اللي راح نرسلها وش يساوي؟ get ADC، هذه راح ترجع لي المتحول، قلنا هنا اللي قلنا هذا بيكون بطول 16 بت هذا المتحول، ولكن شو راح تسوي؟ راح ترسل منه بايت فقط، اوكي، لانه ما راح يكفي. قلنا السند داتا بطول كم؟ لو نجي فوق نتاكد بايت انسند شورت. فانا اذا خليته يرسل هذه القيمه اللي قلنا هذه الداله راح ترجع هذه القيمه اللي بطول 16 بت، فكذا ما راح يكفي البيانات هنا، فوش بيرسل؟ بياخذ منه بس بايت ويرسل، اوكي؟ فراح يحطه في هذا المتحول، وقلنا هذا المتحول اذا جاني ريكوست برسل عن طريق البفر، اوكي؟ برسل القيمه اللي موجوده هنا عن طريق البفر، اوكي؟ يعني قيمة الانالوج نتخيلها بتكون هنا، اول ما يجي الريكوست راح ارسلها عن طريق البفر وتروح للماستر، اوكي؟ بعدين ازيد هذا بواحد، دي المرة صار اثنين مو بواحد، بيرجع للمين، بيجي هنا بيشوف هذا الشرط، طبعا ما راح يتحقق، ليه؟ لأن خلاص سوينا الريكوست الأول وأرسلنا البايت الأول، اوكي؟ فكذا هذا صار قيمته اثنين، لو تلاحظون، لو تذكرون زدته هنا، هنا بلس بلس بواحد بعد الريكوست الأول، فكذا عندي صار اثنين، يعني عندي الريكوست الثاني، اوكي؟ وش اسوي؟ ايضا راح اخلي هذا المتحول يروح للداله يقرا قيمه ال ADC، يعني قيمه المقاومه المتغيره، اوكي؟ قيمه الجهد اللي بقراه عن طريق الانالوج زيرو راح يرسله، ولكن دي المره راح ارسل الجزء الثاني من البايت، اوكي؟ فوش اسوي انا؟ قلت المتحول يساوي اول شيء اقرا قيمة المحتوى الاي دي سي، بعدين ازيح لليمين 8 مرات، اوكي؟ هذه فائدة الازاحة. بعدين اسوي ريسيت. هنا ما نسوي ريسيت، اوكي؟ لان لسه عندنا بيكون عندنا ريكوست ثاني، اوكي؟ فكذا انا خلاص بعد الريكوست الثاني ضمنت وارسلت البايت الثاني، وش اسوي هنا؟ اسوي ريسيت خلاص، اوكي؟ وقلنا هنا في المقاطعات عندي هذا اذا استقبلت بيانات من الماستر، اوكي؟ يعني ابى يعني استقبل قيمه من الماستر واحط عندي في السليف، اوكي؟ فقلنا هذا البت راح يشوف اذا كان اللاست بايت، يعني اذا كان عندي بيانات فراح احطه في هذا المتحول، هذا المتحول يساوي البفر. قلنا هذا البفر راح يكون فيه، عشان لا نتلخبط هنا، هذا البفر لو تلاحظون نفس اللي موجود هنا، هو نفسه لما اسوي ترانزميشن، لما اسوي ارسال واستقبال، اوكي؟ فدي المره عندنا هذا البت راح يعلمني ان في بيانات بستقبلها، اوكي؟ فانا اسوي اخلي المتحول هذا يساوي وشو؟ ياخذ القيمه من البفر، بعدين لازم اسوي كلير، قلنا عند الكتاب والقراءه. بعدين اسوي قيمه الريسيف فلاج بواحد، اوكي؟ بعدين اسوي كلير مره ثانيه، اوكي؟ نيجي نشغل نشوف. فقلنا فكرة المشروع ايش؟ عندي ماستر موصل فيه LCD، وعندي سليف
موصل فيه، نقدر نتخيل هذا حساس، اوكي انا موصل مقاومه متغيره، اوكي. فقلنا السليب راح يحس بالمقاومه المتغيره بتغير الجهد، وراح يحوله الى ديجيتال، وبعدين راح يرسل هذا القيمه الى الماستر، الماستر راح يستقبله ويحوله الى سترينج ويعرضه في ال LCD. كذا هذه اعلى قيمه، لو تلاحظون هذه اعلى قيمه، عشان كذا 1023. لو ننقص، لو نحط نص القيمه هنا 50 راح يعطيني 511، نص ال 1023 نص، اوكي. كذا كل ما نقص القيمه بس. إلى أعلى قيمة اللي هي 1023، لأن قلنا محتوى المسجل الدقة حقه الريزوليوشن راح يكون 10 بت، أوكي. هذه عندي الدائرة نفس اللي في المحاكاة، أول شيء هنا عندي الماستر، وهنا عندي المتحكم الثاني اللي هو السليف. قلنا المتحكمين راح يتم توصيلهم عن طريق البروتوكول I2C. هنا عندي البول اب ريزيستر اللي على السيريال كلوك والسيريال داتا. أول شيء عندي هنا السليف موصل مقاومة متغيرة في القطب أنالوج زيرو حق السليف، راح اقيس الجهد، بعدين راح يتم تحويل الجهد من انالوج الى ديجيتال وارسال هذه القيمه الى الماستر، وبعدين نقول للماستر راح يعرض هذه القيمه في شاشه ال LCD. نجرب الدائره، نجرب نغير قيمه المقاومه المتغيره، كده صفر. كده عندي آخر شيء،